مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج هي والسعادة. في الحقيقة أنا مبسوطة وفي منتهى السعادة أن أنا معاكم النهاردة في برنامج هي والسعادة. خلوني بس أقول لكم حاجة في الأول، أن هي والسعادة مش المقصود بيها خالص الست، علشان بس ما حدش يفتكر أن احنا كل كلامنا عن الستات، ويعني أن احنا بننصر يعني علاقة الست عن الراجل خالص. الفكرة أن هي والسعادة هي جاية من الحياة. الحياة بدون سعادة ملهاش لازمة خالص ان هي تتعيش، وده قانون للناس اللي فاهمة أهمية السعادة. بس خلوني كمان أقول لكم ان السعادة مش لازم ان احنا يكون عندنا كل حاجة كاملة. حاجات كتير قوي في السعادة محتاجة حلقات، ولكن هي والسعادة ان شاء الله حياتنا كلها هنعيشها في سعادة وراحة بال، وأكيد الرضا، علشان الرضا هو مفتاح السعادة. يعني بعد دراسات كتير قوي، خلونا كمان نقول ان احنا موضوعنا النهاردة اسمه، او دايما بنسمع عن الجرد السنوي. دايما المؤسسات الكبيرة بنسمع عنها ان هما بيعملوا جرد سنوي او كمان جرد نص سنوي، على اساس ان عندهم حاجات مهمة جدا. طيب ما بالكم بقى لو الفرد محتاج يعمل جرد سنوي، او محتاج يعمل جرد كل لما يحس ان هو محتاج يفلتر حياته او يجدد اهدافه. عموما احنا النهارده حظنا حلو شويه، عشان اول حلقه مرتبطه بنص الشهر، هنودع سنه عدت بحلوها ومرها، بس اعتقد يعني كانت سنه يعني على الكل صعبه شويه، ولكن برضو المتفائلين شافوا فيها حاجات كتير حلوه، وكمان بنستقبل سنه ان شاء الله تبقى احسن. الجرد هنشوف ينفع نعمل جرد شخصي، جرد ذاتي، جرد للعلاقات. أكيد هنعرف كل ده مع دكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. بيكي، أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا مبسوطة قوي إن حضرتك معانا النهاردة، وأنا منتهى السعادة. وأول حلقة يعني مش ختامها مسك، بقى هي بدايتها مسك. الله يخليك، أنا ميرسي يا قد كده، أنا سعيد بدعوتك. طيب إحنا عايزين نعرف الجرد للإنسان، جرد العلاقات، تجديد بقى. يعني أكيد لما بيحصل جرد هنرمي حاجات ونستقبل حاجات تانية. أكيد. وكمان احنا داخلين على سنة 2021. بالظبط. فيعني الجرد هيبقى كتير قوي السنة دي يا دكتور. ايه رأي حضرتك؟ اللي بيقيم الجرد بشكله المادي بيقول لك أنا اشتريت إيه وبعت إيه. تمام. أنا اللي اشتريته أنا كسبته ولا خسرته؟ واللي أنا بعته أنا كسبت إن أنا بعت ولا خسرت لما بعت؟ هو ده الجرد. وجرد المشاعر من أصعب ما تتخيلي، لأن أحيانا الإنسان بيعتقد أنه هو كسب، وفجأة يلاقي كل اللي كان متخيله وهم، وأنه ما كسبش حاجة، لأنه ببساطة كان عايش في حاجة هو اللي صنعها. الجرد السنوي بتاعنا هو اللي هيفرق ما بين الوهم والحقيقة، وبالتالي كل واحد كان متوهم شيء واكتشف العكس يتأكد ان ده كان درس مهم بالنسبة له. صحيح. مش قاسي، لكنه صحيح. مهم علشان يفوق، علشان يبتدي يشوف اولويات حياته، ويشوف هو ضيع الدقايق والايام دي في ايه. اما بقى اللي باع شيء ثمين وهو مش عارف قيمته وبيفكر في استرداده تاني، دي هتبقى قضية حياته في 2021. انا وانا مش واخد بالي ضيعت القيمة الوحيدة اللي أنا كنت بملكها أيا كانت هي إيه. بس أعتقد القيمة إحنا بنعرف، أو يعني اللي بيفرط فيها بسهولة بيعرف بعد ما بتعدي تقريبا فوات الأوان. بس خليني أقول لحضرتك على حاجة، في مقولتين مشهورين جدا. اتفضلي. قلل ناسك ترتاح راسك، هو جنة من غير ناس ما تنداس. أيوة. الجملتين دول عكس بعض. عكس بعض تماما. تلاقي ناس بقى مؤمنة قوي بجملة منهم، فيتلاقيه مكتئب ومنعزل، أو يتلاقيه كله طاقة وبيوزعها على اللي حواليه وعنده علاقات كتير جدا. بس بيطلع منهم بخيبات أمل كتيرة. يعني على قد ما طبعا بنوسع برضو العلاقات على سبيل إن جنة بقى من غير ناس فنعبي بقى الناس. يعني هندوس في العلاقات. هندوس بقى. بس هي الحقيقة هي معادلة. طبعا. بس أعتقد نتيجة المعادلة حضرتك هتقولها لنا. هي الحكاية مش بعدد الناس، ولكن بقيمة الناس. صحيح. أنا ممكن يكون حواليا مئات الأشخاص،
لكن هم هو شخص واحد او اتنين بالكتير اللي بلاقي نفسي وانا قاعد معاهم، اللي بكتشف ان انا ببقى في قمة سعادتي لما بسمع صوته او بسمع صوتها. عشان كده البني ادم ما يعدهاش بالعدد بالظبط، عامل زي اللي عنده صفحة على الفيسبوك عنده مليون واحد من الاصدقاء ولا اتنين ولا تلاتة، ما في ناس حتى بتشتري على فكرة اسماء يعني عشان يزود العدد، لكن الحقيقة هي مش بتقول العدد ده كله هو متجاوب معاه، ده هو يمكن خمسة ستة هم دولت اللي محسسينه بأهمية الحاجة اللي هو بيعملها. أظن ده الإنسان بيكتشفه لما بيحصل عنده ظرف، أيا كان الظرف ده حزين أو بالظبط، أو يعني هيلاقي في ناس مداعمة في طول الوقت وفي ناس بعيدة وحتى ما بتقولش فيه كلمة حلوة. حتى السوشيال ميديا أنا بلاقي أغلب الناس بعد مثلا بيبقى عنده عزا أو أي ظرف بيكتب شكرا للناس القليلة اللي وقفت جنبي وأنا ما كنتش عارفهم. طبعا، واللي فاجئوه كمان اللي فاجئوه بوجوده. ده صحيح، ده كلام صحيح. علشان كده هم مش كل الناس اللي حواليك مكسب، ومش كل الناس مداعمين، ومش بالعدد فعلا، ومش بالعدد. وخدي بالك كمان ان حسب شخصيتك وحسب ايجابيتك في الحياة، الايجابي هو اللي بيكون عايز يكون جنبك، السلبي بطبعه عشان مش عارف يبقى في سرعتك ولا في قوتك بيحاول يتجنبك او يشوه ايجابيتك. في الحالتين ده بيبقى بالنسبة لنا درس حلو قوي بيحسسنا بأهميتنا. أعتقد مع الجرد المستمر هيبان لنا كل النقاط المهمة اللي حضرتك قلتها، بس أهم حاجة نصدقه، لأن في ناس بتنكر الحقيقة، فيه ناس بتعيش وهي فاهمة إن اللي حواليها مش مدياله كل الإحساس، ومع ذلك عنده أمل إنه يصلح في الأمر. ده تعلق؟ هو أمل، أمل، لأنه هو بني آدم عنده صبر وطولة بال. في ناس عندها الصبر بطبعها، وبعدين في حاجة اسمها حب من طرف واحد، حب من جانب واحد. بس حتى أعتقد ما بين الصداقات. بس أعتقد يعني إحنا بننصح، أعتقد وحضرتك يعني أتمنى أنا إن فيها توافقني إن الحب من طرف واحد هو لازم هياخد وقته يعني، بس لازم ينتهي، صح؟ بس أحيانا بينتهي نهاية مأساوية. لا إطلاقا، هي نهاية فيها نوع من الفلسفة. هكذا كتب الشاعر كامل الشناوي في حبيبته اللي هي رفضت حبه، لما قال لها كوني كما تبغين لن تكوني، فأنا جعلتك من هوايا ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. ده حب من طرف آخر يعني، ولأنه من طرف واحد قدر يقول لها الجملة اللي كان عايز يقولها، إنه هو اللي عملها، هو اللي خلاها لها مكانة بسبب حبه ليها. أحيانا حب شخص لشخص أو حتى الأصدقاء، إن يبقى صدق المشاعر دي بيخلق بني آدم جديد، لأن كنت طول الوقت مداعمة ليه فخليتيه يحب نفسه، يحب ذاته، يحس بأهميته، ثم أنكر كل اللي أنت عملتيه لسبب أو لآخر. الإنكار ده ما يقللش منك، ده بيخليك تزدادي جمال في عينين المجتمع لأنك ما أخطأتيش في حق حد. طب ننقل بقى النقطة التانية مهمة، والحقيقة أنا مجمعة لحضرتك الأسئلة تفضلي اللي جاية لي لما يعني المشاهدين والمتابعين عرفوا أن حضرتك ضيف. ربنا يخليك. بس هو في حاجة اسمها الباب الموارب، ودي تقريبا بترجع لنقطة غالبا الحب من طرف واحد، صح؟ او على الاقل كان في مشاعر بس ما هياش كانت متساويه ما بين اتنين. تمام. الباب الموارب ده عاده بيزود من الطاقه السلبيه للي هو اصلا موارب الباب، وكمان بيخليه يترجم الصور والكلام اللي بيشوفه بطريقه خاطئه. تمام، احنا معانا دقيقتين وانا اتمنى ان احنا يعني ندمج الاسئله وما نفوتش حاجه. اتفضلي. ليه دايما الناس بتشوف، وده بوست اتكتب على الفيسبوك وانا عايزة اناقش حضرتك فيه، ليه دايما الناس بتشوف ان الموت اسهل من الفراق؟ علشان الفراق في نسبة احتمال، لكن الموت خلاص هو قرار وانتهى. بالظبط. طيب احنا ازاي ايه السبب يعني؟ ايه السبب؟ لان الموت دي مشيئة الله وقدر الله ما شاء فعل، وبالتالي اختفى شخص من الحياة. تمام. وبالتالي لم يعد معانا او مع غيرنا. تمام. لكن الفراق صعوبته في اني مش متصور ان في حد معين
انا كنت مرتبط بيه واصبح مع حد تاني او في مكان تاني، او هو مبسوط وانا مش موجود. اصل في جزء في مشاعر الانسان فيها انانية شديدة، انا عايزك اشوفك سعيدة عشان انا موجود، عايزك لما تزعلي تزعلي عشان انا مش موجود، عشان انا عطائي كان مهم، افتكريني حتى بالخير لما تشوفي لي صورة او حتى تقري عني خبر. هو ده الباب الموارب اللي بيعذب صاحبه. واحترام علاقة النهايات عموما. دكتور نروح بس لحاجة بسيطة، سر النجاح أو أسرار النجاح لو حضرتك هتقولها لنا في كبسولة. الحالة فن. الحالة حالة من النجاح تصنعيها وتصدقيها وتقولي أنا هنجح، أنا هفعل ده، وما دمت هعمله هنجح فيه. لكن الحالة لو كان فيها شكوك عمرها ما تبقى سر من لو أسرار النجاح. مرتبطة بالعطاء المشروط ده يبقى شيء مؤلم فعلا، لأن العطاء المشروط ده يبقى شكل من أشكال القيود الواضحة والمعلنة. أنا عايزك تنجحي بس لما أكون أنا عايزك تنجحي، عايزك تكوني سعيدة نتغلب وتضحكي عليه ازاي لو لما احنا أنا أعمل ده. قابلناه من الشخص المهم في حياتنا؟ إنك تتصنعي في البداية إنك موافقة، وإنك أنت موافقة على هذا حيلة الشرط يعني. لغاية ما يرتبط هو بيكي ويبقى ما يقدرش يبعد عنك، دي كبسولة فتبتدي أنت مهمة اللي جدا يا تملي بقى دكتور. الشهود بتاعتك. تمام. لكن من البداية ما تعلنيش التحدي عشان ما تتحولش الحكاية إلى شكل من أشكال المواجهة. في الحقيقة أنا الفقرة انتهت، وبس أنا أوعد السادة المشاهدين أكيد هيبقوا محتاجين حضرتك تاني بس أيوة في كبسولة أكبر شوية. أيوة بشكر حضرتك جدا الشكر على كله ليك. حضورك المميز. أنا متشكر جدا. ميرسي يا دكتور. كنتم مع هي والسعادة، وإن شاء الله لينا ميعاد تاني قريب بإذن الله، استنونا. شكرا لمتابعتكم.